هاي، هاي، ايه ازيك؟ الاخبار؟ ايه الاخبار؟ لا هو الموضوع بس الواحد بيتكسف مش اكتر. يعني احنا هنعمل كده فعلا؟ يعني مش اي حد. طيب اقول اكشن اكشن. اطفي النور. اسمك ايه؟ انت هتصاحبني؟ لا عادي، كمصريين اسمك ايه؟ انا اسمي سلمى. انا يا تامر. اه يا تامر. هاي يا سلمى. فرصة سعيدة ودي لحظة فارقة. انت بتخاف من الولاد؟ لا هو انا بقرف. شايفة ان احنا لازم نعمل كده؟ هتفرق معاكي؟ طيب هو ايه ليه المشكلة دي موجودة؟ العيشة بقت صعبة في مصر بسبب الولاد رجالة. في عندنا بنات في مصر بيتضايقوا ان في حد بيسلم عليهم بالايد. في ناس ساعات بتمد ايديها وانا ببقى مكسوفة جدا فبسلم من بعيد كده. شاب زي العمر فرصة. هو مش انت اللي كنت راكبه جنب الصبح في الميكروباص واحنا جايين؟ انت حد قال لك قبل كده انك اموره قوي؟ انا مش طايقاك. لا لا انا عمري ما شفتك قبل كده ولا تعرف تعملي حاجه. لا والله اديك شلوت رغده بالظبط. هو الطبيعي ان الولد بيسلم بعد ما البنت بتمد ايديها، اظن كده عندنا في المجتمعات. طب اقول لك حاجه اسلم ونشيل على طول، يعني نجرب بس. نجرب ايه؟ نسلم. اوكي ماشي. انا ممكن اسلم؟ اوكي سلمي جامد. لا مش لدرجة جامد يعني. انت في ناس بيبقى عندهم مشكلة مع السلام. لا انا مش مرتبطة خالص. لا مش مشكلة خالص. والله؟ اه لا مش مشكلة. ازيك عامل ايه؟ ايه ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. طيب فرصة سعيدة. انا اصلا ما بسلمش على حد ما اعرفوش. ولا انا اصلا بسلم على بنات اصلا. خلاص بتسلم ليه؟ خلاص انا ما بسلمش على بنات زي بعض. فرصة سعيدة. انا يعني طب نجرب تاني معلش عشان احنا جربنا يعني. سوري. فاجئت؟ جديد. مبسوط؟ جديد. طب انا محمد. ازيك يا محمد؟ انا اول مره اسلم على بنت اساسا. ده انت ليك الشرف. حسيت بايه؟ مسكت ايد نعمه او كل حاجه ما بنعضش. اتحرشوا. ميرسي ربنا يخليك. تاني؟ مش عارف. لا خلاص بقى كفايه كده. بس عامه يعني المفروض ان اي حد بيقابل حد بيسلم عليه عشان يديله احساس بالراحه. نسلم اخر مره. م-م. لا ودي كمان. اوكي. م-م.